تمام. طيب فايبر جلاس isn't flexible، هو ليس مرن، هو ليس مرن. ممكن اقول عليه متين في نفس الوقت، هو ليس مرن. يقولها بالنوع ده الاولاني فايبر جلاس از تف، او اقولها بجملة تانية او بشكل تاني او بطريق تاني فايبر جلاس isn't flexible. تمام، خدنا is و isn't. تيجي مع الادجكتيف اللي هو التف والفلكسبل. طب امتى احط بقى في المسألة has او doesn't have اللي هو الفيرب تو هاف؟ هقول فايبر جلاس هاز، اوعى تقول تف تفنس. طالما استخدمت الفيرب تو هاف استخدم تفنس. طب استخدمت في المرحلة الاولى از تاخد تف، استخدمت هاز يبقى تفنس. واضحة؟ طيب فايبر جلاس، فايبر جلاس doesn't have، have اهو verb to have flexibility. flexibility ناخد الناون بتاعه. طب نقوله فايبر جلاس breaks easily، بيتكسر بسهولة. فايبر جلاس bends easily، بيتكسر بسهولة او بيتنه بسهولة. طبعا مش شرط الفايبر جلاس، ممكن نقول الكلام ده على الرابر مثلا او النايلون، انما احنا باخد بس مثال في الجرامر على الكلمة الاولى الفايبر جلاس وبطبق عليها القاعدة كلها. وبعد كده انت عندك كم مادة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمس مواد هتطبق عليهم وتكتب جمل، ولازم تبعتهم لي على الواتس بالشكل ده. احنا عملنا جملتين في الاول في الفايبر جلاس مع الايز والايزنت، وعملنا جملتين بالهاز والدازنت، وعملنا جملتين مع البريكس والبنز. تعال نشوفه مع الفيرب تو دو. فايبر جلاس دازنت بريك ايزلي، وهنحط اس هنا بقى ها، لان انا قلت دازنت الاس خليتها داز. doesn't break easily او fiber glass doesn't bend easily. طب لما نيجي نستخدم بقى can be او can't be، بستخدم التصريف الثالث للفعل. يعني fiber glass can be broken، fiber glass can't be bent easily. وكمل الجملة easily، مش ممكن يتكسر بسهولة او مش ممكن يتكسر يتنق بسهولة. واضح؟ طيب لو في اي استفسار يا اما تبعت تعليقك على القناة يا اما تبعت على الواتس وانا سيب لك الرقم. طيب فاضل لنا is و isn't اللي تحت. fiber glass is easy to break، fiber glass is difficult to bend، fiber glass isn't impossible to break، ليس من الصعوبة انه يتكسر. تمام، ليس من الصعوبة انه هو يتكسر. تلاقي نفسك في الفايبر جلاس لوحدها كونت بتاع حوالي 10 جمل او اكتر. تاخد الستيل وتمشي معاه كده بنفس الجمل، والربر والجلاس اللي هو الازاز والنايلون، والربر اللي هو ليه المطاط. وسبق ان احنا قلنا الكلمات وعملناها في جداول وبعتها على القناة برضو في درس سابق على يونت 1. اخر حاجة في الصفحة دي وفي موضوع درسنا النهاردة التمرين رقم 4 بيقول لي give nouns for these adjectives، يعني give يعني يعطي nouns الاسماء for these adjectives لهذه الايه الصفات. طبعا كتب لي تف هتخليها toughness، موجودة ومكررة في الصفحة كتير. flexible تبقى flexibility تجيبها من الجدول، ولايت تبقى lightness، وheavy شيل الواي حط INESS تبقى heaviness. خلاص hardness زود N E S S.
strong تبقى strength S T R E N G T H. ايه الاخبار يا شباب؟ الناس سامعاني ولا؟ تمام يا مصطفى، الناس سامعاني يا جماعة؟ سامعيني؟ سامعيني تمام. تمام. طيب احنا بقى دلوقتي يعني نعتبره رجعنا الصفحة دي كذا مرة، عايزين نشوفوا شكل الامتحان بقى ازاي، يعني اللي فهم تمام عايزين نشوف شكل الامتحان ازاي. انا كنت عامل لكم شوية اسئلة كده، فهيبان دلوقتي الناس ايوه يا شباب، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام يا مستر. حصل عندي مشكلة في النت، بس يعني إن شاء الله صلحتها. تمام، مش مشكلة. تمام ماشي يا مستر. إن شاء الله ما فيش مشكلة، إن شاء الله. افتح اللي مفيش حاجة صعبة افتح الفيديو يا خالص. مستر. نعم، خلاص ظهر كده. تمام مستر، ظهر كده ايه اللي ظهر بقى عندكم؟ اللعب. ايوه انت طلعت كده. اللابتوب ظاهر ايوه كده. ظاهر كده ظاهر ايه؟ ظهر اللي هو يونت 1، امتحان يونت 1. تمام. معايا محمود؟ معاك يا مستر. طيب تاني معانا. معانا تسنيم. تسنيم معانا. طيب منى علي؟ أنا موجودة يا مستر، معلش. وتسنيم؟ طيب موجودة أهو. معانا محمود، تمام كده. ومعانا محمد دمياط. معاك يا مستر. تمام. يلا تسنيم، لو انت شايفه الورد ده قدامك قول لنا اول سؤال. هو مش واضح عندي الورد. مش واضح؟ مش واضح لسه. احنا موجودين يعني. الحاجه بتاعت فتح المايك. ايوه مستر اطلع من لحظه واحده. حاضر حاضر. تسليم ومنة وأحمد محمود محمد. طيب أنا كده لو طلعت كده موجودة. موجودة. تسليم سامعني كده؟ أنا سامعك. أيوة الصورة واضحة عندك، الورد اللي عندك. واضحة. طب يلا بص، خدوا بالكم. انا هعمل ايه بقى؟ خرج. انا هعمل كل يوم، يعني لما نتقابل هنعمل في الاخر سؤال من اللي بيجي في الامتحان. اول سؤال بيجي لكم في الامتحان choose the correct answer from A B C or D. ده اول نوع من الاسئله اللي بتجي لكم فين؟ الامتحان. فانت قرينا كده السؤال الاولاني في تشوز ذا كوريكت انسر. ده محلول يا مستر. ثانيه واحده يا محمود. يا مستر ده محلول والله يا فندم. انا عارف، وانا ومال اللي عامله على ايدي. ماشي. انا مش اقرا اول سؤال. فايبر جلاسز هيبقى از ايه؟ ايه شفتي بقى؟ ايه تو انا مش الصوره صغيره جدا. صغيره جدا. حاضر كبر. اعمل عندك اعملها زوم من عندك يا عم. انا هكبرها يا عم، انا هكبرها. لا عادي، من عند اي طالب بتكبر عادي يا مستر. الشاشه بتساعد. تعمل زوم من عندك كده. كبرت كده. واضحة يا شباب ولا لسه؟ لسه مفيش. مفيش ايه؟ ما في اللي هو بتاعت الزوم دي، شيلها طيب عشان نشوفها بس. طيب ما هنشيلها اهو، بس انا بكبر اهو كده. واضحة؟ ماشي. ايوه كده واضحة يا مستر. طب يلا اقري بقى كده يا تسنيم. هيبقى فايبر جلاسز از طف. ايه؟ اسمعي مني، اسمعي مني. طف. طف يعني ايه؟ طف بقى انا شرحت دلوقتي يعني ايه. ان طف هو ما بيغص، ان هو بيعوم على وش الميه. لا 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 لا، طف كده عندي في الكتاب كده يا ماما. متين. ماشي.
تبيها عندك عشان ما تنساهاش بالله عليك. حاضر. طيب احنا دلوقتي قلنا فايف، انا لسه ما خلصتش معاك يا تسنين. حاضر يا مستر. احنا ليه قلنا فايبر جلاس از تف، ما قلناش ليه هاز تف؟ عشان هي مفرد. مستر سمعني. طب ما هو هاز عشان هي كم ايه؟ طب ما هي هاز برضو تروح للمفرد، خدوا بالكم. قلت وانا بشرح لما يجي لي طف لازم اخد الاز، تمام؟ ماشي. طيب انت برضو تسنين. نعم انت برضو. نعم. حلي نمرة ثلاثة. سمعني؟ طب منا. ايوه مستر. حلي نمرة ثلاثة يا منا. حاضر. رابر هاز اكسبيليتي. فليكسبيليتي. تمام. ليه احنا هنا قلنا فليكس هاز فليكسبيليتي؟ يبقى اول ما يجي لي في تشوز ذا انسر وقال لي فليكسبيليتي لازم اخد كلمه هاز، ما اخدش از ابدا، ما اخدش از. اخد از امتى محمود؟ اخد از لما يكون بعدها صفه، بعدها صفه اللي هي زي الطف كده. ايوه. يلا محمود حل لي نمره اتنين. طيب تمام. ستيل ازنت فليكسبل. هي محلوله ازنت ايه؟ فليكسبل. طبعا استحالة استحالة ان يكون هو الستيل. يعني ايه يا حودة؟ الحديد الصلب. الله ينور عليك. هو ممكن الحديد الصلب ده يبقى مرن؟ لا طبعا. لا طبعا. طيب معانا محمد من دمياط. اه معاك يا مستر بس الصورة مش واضحة عندي. ليه يا محمد؟ صغيرة يعني؟ ليه؟ صغيرة مش باينة؟ اكبرها لك كمان؟ لسه قائمة اللي هي بتاعت الطلبة دي موجودة لسه. طب منا الصورة عندك انت واضحة؟ اه واضحة. وتسنيم الصورة واضحة؟ واضحة يا مستر. محمود واضحة. مشكلة عندك يا ابو حميد؟ مشكلة عندك يا محمود يا محمد؟ طيب قول لي يا محمود. نمرة أربعة. رابر doesn't have toughness. علشان هي toughness. toughness اسم. toughness ده noun ولا adjective؟ لا noun. noun والnoun ياخد ايه؟ doesn't have. تمام؟ have. يلا منا نمرة خمسة. glass can be breaking broken easily. Broken is broken easily. Broken easily. أيوة. يبقى أنا لما ألاقي كلمة broken دي لا أقدر أخد is ولا أقدر أخد has، لابد إن أنا أخد can be. تمام كده؟ تمام. يعني لو جات لكم في الامتحان مش هتاخدوا إز ولا إيه ولا هاز، تاخدوا كان بي. أنا بكرر أهو. تمام. يلا يا تسنيم. نمبر 6. تسنيم. أي مستر أنا معاك. رابر هاز. كنت بتروحي فين يا بنتي؟ بعمل حاجه، كنت بعمل حاجه لماما. طب ماشي يا تسنيم قولي لماما سيبيني نص ساعه دي مع المستر. حاضر. رابر هاز فليكسيبيليتي. بس بس فليكسيبيليتي. ماشي. انت لو انت شاطره ولو انت شاطره قولي لي فليكسيبيليتي دي ناون ولا ادجكتيف؟ دي ناون. دي ناون. يبقى الفيرب تو هاف ده يجي مع مين؟ مع
معناون معناون. طب نمرة سبعة يا منة. رابر is the expility. هي رقم سبعة. flexible ولا flexibility؟ expility يعني اللي في النص؟ لا الأولانية. تبقى flexible. expert ماشي. شفتوا بقى ايه الverb to be بيجي معاه مين؟ ها؟ الadjective اهو اللي هي flexible. واضحة النقطة دي اللي انا عايز انبه عليها ولا مش واضحة يا شباب؟ واضحة. واضحة والله العظيم. واضحة؟ واضحة والله. اهو ده اللي بيجي في الامتحان. انا هعمل لك كل يونت كده واشوفك بقى انت مشاطر معايا ولا لا. تمام يلا يا محمود. ماشي. نمبر 8. glass is easy to break. glass is easy to حاجه تانية خالص بقى او حاجه تالتة خالص او حاجه رابعة خالص. is easy to اقدر اقول broken؟ لا يا حبيبي. اقدر اقول breaks؟ لا. is easy to break ال verb لازم يكون في الانفينيتيف معلوش اي حاجه معلوش اي حاجه. تمام تمام يلا عملنا نمبر 9. استلس كانت استلس. بصي يا منى بالراحه بالله عليك. ستيل ده يعني الصلب. ماشي ماشي. الصلب is difficult to. الصلب صعب ان هو ايه بنت ولا بنت ولا فليكسيبل؟ لا ايه كان كانت فين دي؟ كانت دي لا مش بند. difficult to ايه كانت بي. لا مش كانت بي. نمرة 9. فين كانت بي يا بنت؟ هتلخبطت بس. نمرة 9. still is difficult to bend. صعب ان هو يتنى. صعب ان هو ايه يتنى. طيب احنا قلنا ايه تسنين. تسنين انا معاك اهو سامعاك. اتفضل يا مستر. طب يلا نمرة 10. نمبر 10. still can't كانت ايه كانت بين كانت بي بروكن ايزلي. بروكن ايزلي خدنا كانت بي. تمام. طب انا ممكن اخد كان بي في الحته دي يا تسنيم؟ فين اخد في ستيل اقول كان بي بروكن ايزلي؟ في ستيل انهي واحده فيهم الاول رقم 9 ولا 10؟ رقم 10. ايوه هينفع. ينفع. هو انا ممكن نقول ان الصلب بيتكسر بسهوله؟ مش بيتنى. بيتنى مش بسهوله. لا بروكن. بروكن اتكسر. احنا ممكن نقول كده طبعا. لا لا غلط. لا. هو في الرابر ما فيهاش حاجه. انما هو في الحقيقه عشان ابقى فاهم ان الستيل ده صعب جدا انه يتكسر يبقى ستيل كانت بي بروكن ايزلي. يلا محمود. جلاس 11. glass breaks easily. breaks easily. easily. ولا قلنا broken ولا حاجة. طب تقدر تقول لي امتى استخدم broken؟ broken لما يكون قبلها can be. برافو عليك. you are excellent. you are very good. thank you. منا. ايوه بس. معانا ولا نمشي مننا؟ معاي. طيب يا من نمبر 12. stainless is steel. steel is difficult to break. طب هو يعني ايه difficult؟ سهل. difficult يعني صعب. صعب. اكتبيها عندك. difficult يعني صعب و easy يعني سهل. difficult لازم تيجي معاها ورا منها ايه؟ رابر نمبر 13. مين عليه محمود؟ اه مستر. رابر انا اللي معاه. نعم معاك. في مشكله في النت. وصل. وصلت لك الصوره ولا لسه؟ اه وصل. طب يلا يا حوده.
خليك مع محمد، خليك معنا في نمبر 13 كده. قولها رابر إيز. رابر إيز إيزي تو بيند. الله ينور عليك، الله ينور عليك. يلا نمبر 14 والأخيرة محمود. Steel doesn't break easily. تمام، الله ينور عليك. كده شفتوا الجمل دي؟ أنا جايبها منين الجمل دي بقى؟ هوري لك أنا بقى أنا جايبها منين، عشان أنا إيه ضحكت عليكم، ضحكت علينا يا مستر إزاي يعني؟ هنقول لك أنا ضحكت عليك إزاي. افتح الكتاب كده على الصفحة الأولى. تمام؟ تمام. شايف الجدول؟ الجدول ده في كل الكلام اللي انا ايه اللي انا قلته. واضح الكلام؟ واضح الصورة كده عندكم؟ واضحة. بص انا بكبر، بص بكبرها ازاي. محمد الصورة دي واضحة عندك؟ واضحة. طيب لما انت لما نخلصه بقى الحصة دلوقتي، تقوم انت كاتب ايه بقى؟ ماسك كراسة جديدة خالص للانجليش، كراسة جديدة خالص عشان هتذاكر عليها في اخر السنة. معايا؟ معايا ولا رحتوا فين؟ معاك يا مستر، معاك. فحق فكر جلاس واعمل كل الامثلة. يعني ايه يا مستر كل الأسئلة؟ يعني اقول الفايبر جلاس از تف، فايبر جلاس ازنت فليكسبل. ماشي، خد بالك بقى في هاز بقى، فايبر جلاس هاز تفنس او دازنت هاف فليكسبيليتي. شايفه يا تسنيم؟ شايفه يا مستر. البنت التسنيم دي بين عليها بتسيب الموبايل وتمشي. والله لا، قاعدة جنبه بس. طيب. عبالي ما افتح المايك بياخد وقت. طيب معانا يا منة؟ معاك يا بس. انت خدتي بالك بقى انا عايز ارجع لايه؟ يعني عايز اخد ادي الفليكسبل، اخد الايز والايزنت اهم، ياخد الايه الادجكتيف. اما لما الهاز والدازنت هاف ياخد الايه الناونز. طب لما يجي يقول ستيل مفيش بقى ولا هاز ولا ايز ولا حاجه، نقول ايه؟ بريكس، بريكس ايزلي، او فايبر جلاس بريكس ايزلي. تمام، او فايبر جلاس بندس ايزلي. ماشي كده الجمل دي تتكون كده معاكم حلوه. او نقول فايبر جلاس دازنت بريك ايزلي، فايبر جلاس دازنت بند ايزلي. شوف انا عامل كام جمله للفايبر جلاس. حوالي كام؟ 2 4 6 9 11 11 جمله لمين؟ للفايبر جلاس لوحده. سيادتك هتعمل 11 جمله للفايبر جلاس، و11 جمله للستيل، و11 جمله للربر، و11 جمله للجلاس، و11 جمله للنايلون. يبقى حوالي تعمل كام جمله؟ 55. تطلع من ال 55 دول بايه؟ بان لما يجيب لي في الامتحان ايز او ايزنت اخد الايه؟ الادجكتيف طف. لما يجيب لي هاز اخد التفنس. لما ما يجيبليش حاجه اخد البريكس او بندس. لما اقول لي دازنت يبقى دازنت بريك ايزلي، ما حضرهاش اس. لما اقول لي كان بي اخد بروكن. لما اقول از ايزي لازم اقول له تو بريك. بص الوحيده اللي في السطر الاخير هي العمود الاخير هي تو بريك وتو بند. انا كده ايه خلصت، بس عايز اوريكم حاجه كده اخيرا. الناس تعمل هوم ورك وتبعته لي. ها ماشي يا شباب. تمام يا مستر. طيب عايز انا اوريكم حاجه بقى. بعض الطلبه بيجوا يقولوا لي يا مستر ايه، احنا مش عارفين انت بتنزل شغل كتير للدبلوم، بس احنا مش عارفين نجيب. هقول لك بمنتهى البساطة دلوقتي، في ناس تسجل الشاشة، بتعرف تسجل الشاشة، في ناس بتعرف تسجل الشاشة وتبقى عندهم يعني.
تمام. شايفين ايه عندكم دلوقتي؟ جوجل. جوجل، الله ينور عليكم. انا عايز اخش على القناه بتاعت مستر انور، هكتب دبلوم ايه؟ اه دبلوم صناعي. دبلوم صناعي اهو، كتبت دبلوم صناعي وانتر اهو. كنا نخش على اليوتيوب الاول، هنخش على اليوتيوب الاول. هنخش على اليوتيوب. نمرة واحد نعمل ايه؟ نخش على اليوتيوب، ولما يفتح اليوتيوب ومكتب له ايه؟ دبلوم صناعي. ده اذا فتح يعني. اهو الحمد لله. دبلوم صناعي. دبلوم. اهو جات لي على طول، دبلوم صناعي. اول حاجه جات لك اهي دبلوم ايه، خد بالك انجليزي، دبلوم صناعي اهو بتاع مين؟ يونت 1 صح ولا لا؟ اخش عليها كده وانزل عند صوره المستر. لا مش عايزين. شايفين صوره المستر اهي؟ اه. وجنب منها في ايه؟ دبلوم صناعي. نور عليك. نخش عليها. محمد من دمياط معايا كده ولا ايه؟ اه معاك يا مصر. بعد ما بخش هنا على القناة مكتوب، شايفين الصفحة الرئيسية والفيديوهات وفي ايه؟ قوائم. قوائم التشغيل. بكلك عليها قوائم التشغيل دي. لما اكلك على قوائم التشغيل هلاقي عندي قوائم تشغيل كتيرة اهو. شايف ايدك الشمال دي مكتوبة ايه؟ انجليزي دبلوم صناعي. في كام فيديو لكم؟ في 37 فيديو. اخش جوه كده واكلك عليهم. هنيجي نبص على ايدينا الشمال بقى يا اولاد، شايفيني كده؟ كل دي حاجة الدبلوم. شايفين قد ايه؟ الوحدة التالتة كاملة. كل الوحدة التالتة عاوزها اكلك عليها تطلع لي بالشكل ده. انا جبتها من الاول. هبتدي يشتغل لي فين؟ هبتدي يشتغل لي في اليونت 3. يا محمود. يا مستر. انت كده عرفت ازاي تجيب الافلام الفيديوهات بتاعتكم؟ لا انا بجيبه على طول اصلا. انت عارف تجيبه من قوائم التشغيل؟ اه. طب انت عارف احنا وقفنا عند يونت كام؟ لا انا لما بحتاج بدخل يعني مش متابع قوي يعني، لما بذاكر مثلا تقريبا في يونت 5 مش كده؟ احنا خلصنا 5. تسليم بتعرف تخش على قوائم التشغيل كده؟ اه انا بعرف وبدخل، لان كده وصلت مع حد لوحدي في يونت 3 يعني، بدأت أذاكر يونت 3، يونت 1 كان فيه مني حاجات واقعة ولسه ما لمتهاش. طيب طبعا هو الفيديو بتحمليه علشان تتفرج عليه كذا مرة مش كده تسنيم؟ لا بدخل من غير التحميل عادي. طيب منا بتخش على قوائم التشغيل؟ بس. يا منا. اه يا بس تمام.
محمود طبعا انت عارف تخش على قوائم التشغيل صح يا محمود؟ اه يا مستر. طيب قبل ما امشي كده في حد له اي استفسار اي سؤال؟ الريفيجن يا مستر بتاع ريفيجن بي ما نزلش على الريفيجن بتاع ايه؟ ريفيجن بي بتاع الوحدة التالتة والرابعة ما نزلش ازاي؟ معقولة؟ ما لقيتش غيرون اللي هو الريفيجن ايه بس طب هشوفهولك يا محمود حاضر حاضر هشوفهولك بس انا ايه طلبه كتير بتستعجلني عايزاني اخلص الكتاب الاول عايزاني اخلص الكتاب الاول آه لا تمام براحتك انت يا مستر اللي يريحك يعني الريفيجن بي فعلا لسه ما نزلش فعلا فعلا انت عندك حق طب اللي انا عاوزه منكم بقى لو انتوا استفدتوا فعلا توصلوا الشغل بتاع الواتس وبتاع اليوتيوب لأصدقائكم وزملائكم في المدرسة واللي عاوز أي حاجة منكم يبعت لي على الخاص تمام واللي اتذاع النهاردة دوت هطلعه على اليوتيوب النهاردة إن شاء الله طب احنا هنكمل بقى الواحدة يا مستر ولا لا كده هناخد اللي هي الصفحة الأولى بس لا كده كفاية كده خلاص تمام خلاص تمام إن شاء الله الأسبوع اللي جاي الساعة 9 إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله